السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو أنا حاب أشكر كل المتابعين وكل المشاهدين، حتى الناس اللي شاهدت فقط فيديو واحد، أشكركم كلكم. وهذه بمناسبة وصول القناة 1,000,000 مشاهدة، فأشكركم كلكم على هذه الدعم والتشجيع والتحفيز، متابعة الفيديوهات ومشاهدتها ونشرها بين الأصدقاء والمعارف. فأشكركم كلكم على الدعم بالمشاهدات. فمثل ما تعودنا دائما لما القناة توصل مراحل جديدة أو إنجازات يكون في سحب على جوائز. بما أن فكرة القناة تشجيع على الزراعة والهذه، راح يكون في بذور، راح تكون بذور مميزة. من البذور اللي راح تكون موجودة راح يكون في صنف فلفل اللي هو كان أكثر حرارة في 2007 حسب موسوعة جينيس، اللي هي فلفلة الجوست بيبر أو البود جلوكيا، هي راح تكون موجودة من البذور. ولكن بالإضافة إلى البذور راح تكون في جائزة مميزة هذه السنة بخصوص هذا الإنجاز اللي أنا أعتبره إنجاز جدا كبير، واللي كانوا متابعين من البداية مثل ما ذكرت. أنا كان التوقع عندي أول ما أسست القناة أن القناة احتمال ما توصل حتى 500 متابع أو يعني رقم متواضع مثل هذه، ولكن الحمد لله فضل رب العالمين وفضلكم أنتوا وصلت إلى 1,000,000 مشاهدة ورقم جدا كبير من المتابعين. فأشكركم كلكم الصراحة على هذا الشيء. فالجوائز راح تكون السنة شيء مختلف مثل ما ذكرت، ولكن في معها بذور، ولكن لأن الجوائز مميزة أكثر فتكلفتها شوي أكثر من العادة اللي هي مجموعة بذور. فراح أحصرها على 4 فائزين، راح نسحب على 4 فقط. فاللي راح أطلبه منكم كالعادة أن تتركون تعليق في هذا الفيديو، ولكن أطلب منكم شيء واحد، تكتبون تعليقكم وتكتبون لي إذا أنتوا ذكر أو أنثى، لأن الجوائز راح تختلف شوي وراح أبين لكم مع الوقت لما أكشف عن الجوائز. ولكن مهم تذكرون لي إذا ذكر أو أنثى على أساس نقدر نعرف توزيعة الجوائز، لأن الجوائز راح تكون لاثنين من الذكور واثنين من الإناث في توزيع الجوائز. فأرجوكم تركوها، أرجوكم لا تنسون هذه النقطة في التعليق اللي راح تتركونه. نقطة أحب أذكرها عن ترك التعليقات، في بعض الناس للأسف تبالغ في موضوع التعليقات. ترى هو تعليق واحد ما راح يأثر لو حطيت 10 تعليقات، ترى طريقة السحب تعليق واحد يكفي، لو حطيت 10 ما راح يفرق، لأنه هو ياخذ حسب الاسم المستخدم وراح ياخذ على تعليق واحد من المستخدم، فما راح يشوف عدد التعليقات وكذا. هو مو طريقة سحب نفس لما أنا أدخل كوبونات أو كذا، ما تزيد فرصتي في النجاح. ففي ناس للأسف تبتدي تحط تعليقات حرف حرف وهذه الحركات اللي يعني، فرجاء هذه يعني ما أنصح أن أحد يسويها وما تساعد في فرصاتكم في الفوز. وثاني شيء مزعج الصراحة يعني. فتعليق واحد أيا كان التعليق، بشرط أنه يكون محترم، ما يسيء لأحد، ما في إساءة لأحد أو كلام غير مقبول. وتذكرون لي إذا أنتوا ذكر أو أنثى، وإن شاء الله راح أسحب بعد أسبوع إن شاء الله، وأعلن عن الفائزين بعد أسبوع إن شاء الله، وراويكم الجوائز إن شاء الله مرة واحدة. فأعيد وأشكركم كلكم على الدعم اللي قدمتوه للقناة، أنه وصلت 1,000,000 مشاهدة وما شاء الله تجاوزنا 15,000 متابع. فهذه أعتبرها إنجاز كبير، ويعني مثل ما ذكرت بفضل رب العالمين وفضلكم أنتوا. وأتمنى أن قاعد أوفر لكم معلومات تستفيدون منها، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. في أمان الله.